بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله we continue on the CNS pharmacology and this lecture will talk about the skeletal muscle relaxants, drugs that produce muscle relaxation, skeletal muscle relaxation. And this group of drugs include mainly through group of drugs. The first group اللي هي النيورومسكولار بلوكينج دراجز، دراجز ذات افكت النيورومسكولار جانكشن. وي ستادي ذيس دراجز اوريدي لما اتكلمنا عن الاوتونوميك نيرف سيستم طبعا. اند النيورومسكولار بلوكينج دراج فيري امبورتنت جروب اوف دراجز ذات بروديوس سكيليتال مسل ريلاكزيشن اند يوجوالي يوزد ديورينج سيرجيكال بروسيدجرز في الانتنسيف كير يونتس. Can be also used for termination of status epilepticus. إذا ال antiepileptic drugs فشلت في إنها تعمل relaxation للمصل، نحن ممكن نستخدم neuromuscular blocking drugs زي ما أنتم عارفين. و neuromuscular blocking drugs هي mainly have two categories of drugs. Either a non-depolarizing neuromuscular blocking drug, a non-depolarizing اللي هي competitive. These drugs competitively هي بتنافس الستايل كولين في النيكوتينيك ريسبتورز اوف المسل تايب الموجوده في الموتر ان بليت. These drugs include التيبيكورالين، البانكورونيوم، البيركورونيوم، الجلامين. وهي طبعا كومبيتيتيف لانه الايفكت بتاعها كان بي ريفيرست باي الانتي كولين ستريس. لما نزيد الاندوجينوس ستايل كولين بواسطه الانتي كولين ستريس تشعز النيوستيجمين والفيزوستيجمين والباريودوستيجمين، نحن ممكن نزيد الاندوجينوس ستايل كولين، بالتالي كان كومبيتيتفلي ريفيرس الاكشن بتاعه، ريفيرس الاكشن بتاعه. عشان كده ممكن نستخدمه حتى لما نستخدمه في السيرجيكال بروسيجر نعمل بيها سكيليتال ماسل ريلاكزيشن، والافتر البيربس بتاع السكيليتال ماسل ريلاكزيشن يعني ينتهي، عاوزين نعمل نرجع الفولنتري موفمنت للمريض، فنحن بنعمل ريفيرس اذا كان نحن بروفايد السكيليتال ماسل ريلاكسيشن بواسطه النون ديبولارايزنج دي زي التيبيكورالين والبانكورونيا، ممكن نعمل لها ريفيرس بواسطه النيوستيجمين والفيزوستيجمين. ذا سكند كاتيجوري اوف النيورومسكولار بلوكينج دراجز زي ما انتم عارفين اللي هي الديبولارايزنج، والديبولارايزنج طبعا هي نون كومبيتيتيف، depolarizing non competitive such as succinyl choline اللي هو بالامريكان نيم بتاع السكساميسونيوم سيم دراج والديكاميسونيوم. These drugs هي agonistic and agonistic effect في النيكوتينيك ريسبتور اللي هي ال NM type of muscle type نيكوتينيك ريسبتور of muscle type، ولأنها هي agonist لكن لأنها ما بيحصل لها ما بيحصل الميتابوليزم بالدراج بواسطة التروكولين ستريس الموجود في الموتر انت بليت اللي موجود في النيرف. التروكولين ستريس ما بيعمل ميتابوليزم للساكساميسونيوم ساكسانايل كولين، فبالتالي الاكشن بتاعه بيرسيست كده في البدايه بتعمل ديبولاريزيشن فلويد باي بيرسيستنت اللي هو بيريود ديسنسيتايزيشن بيريود، عشان كده تعمل ديبولارايزنج بلوكيج، ديبولارايزنج بلوكيج، بالتالي هي نون كومبيتيتيف، نون كومبيتيتيف يعني ما بنقدر نزيد الايفكت بتاع بواسطه، بالعكس ممكن لو ودينا انتيكوانين ستريس هيعمل ورس نفس الايفكت بتاعه لانه ويل بوتنشيت الاكشن بتاعه. So this is the two group of drugs اللي هو we already studied before اللي هي neuromuscular blocking drugs. بالنسبه للساكساميسونيوم ساكسانايل كولين زي ما قلنا هو بيحصل لهم ما بيحصل لهم ميتابوليزم بالتروكولين ستريز، لكن بيحصل لهم ميتابوليزم بالسيتوكولين ستريز الموجوده في البلازما، الموجوده في البلازما، عشان كده يتيك تايم بيعمل ديبولارايزنج بلوكيج. وللسبب ده المرضى اللي عندهم ديفيشنسي في السيتوكولين ستريز الساكساميسونيوم ساكسانايل كولين بيعمل لهم برونجد ابنيا، بيعمل لهم برونجد باراليسيس نتيجه لانه عندهم ابيرنت او عندهم ديفيشنسي في السيتوكولين ستريز انزيم. طيب دي اوريدي نحن وي ستاديد بيفور اللي هي النيوروماسكولار بلوكينج دراج، عشان كده ما هنتكلم عنها في المحاضره بتاعتنا دي. هنتكلم عن المجموعتين الثانيات، المجموعه الاولى او المجموعه الثانيه اللي هي السباسموليتيك دراجز، سباسموليتيك دراجز
هي سنترال اكتنج دراجز، والمجموعة اللي بعديها برضه الانتي سبازموتيك هي برضه دراجز، نحن نعرف الفرق بيناتهم، هي برضه سنترال اكتنج دراجز. Both of these drugs also can produce skeletal muscle relaxation. طيب نفصل فيهم. الاسباسموليتيك drugs are drugs that used to treat spasticity، واللي هي abnormal increase في المسل تون، ينتج منها stiffness of the muscle نتيجة increased abnormal muscle tone. و this is usually أو هي mainly result from ال upper motor neuron lesions، هي تنتج من ال injury أو ال damage اللي بيحصل في الموتر نيرون اللي الموتر نيرونز lesions أو damage، بيؤدي لي اللي هي increased muscle tone، ينتج منها ال muscle stiffness، وبالتالي هي نعالجها. نحن محتاجين للسكليتال المصري لاكسن، نحن محتاجين للسبازموليتيك دراكس دي السبازموليتيك دراكس. المجموعة الثانية برضه عندها مصري لاكسيشن اللي هي الانتي سبازموتيك، والانتي سبازموتيك دي لان هي بنستخدمها او هي افكتيف اونلي فور تو تريد الاكيوت لوكال، هي افكتيف فقط في اللوكال مصري سبازم ذات اوريجينيت فروم البريفرال مسكولوسكليتال كونديشنز، والناتج من peripheral musculoskeletal conditions. طيب نحن هنتكلم اذا في المحاضره بتاعتنا دي in details about the spasmolytics and the antispasmodic drugs. For the spasmolytic drugs include the following drugs: baclofen. We have baclofen who already we mentioned this drug before. Baclofen is a selective GABA B receptor agonist، هو agonist في ال GABA B receptor، potentiated GABA action on the GABA B receptors واللي هي gibberellin كابو receptors. البنزوديازيبينز، we already saw this group of drugs. Benzodiazepines also act by potentiating by producing CNS inhibitory effect عن طريق ال GABA A receptors، المودوليتر سايت في ال GABA A receptors. We have a drug also called tizanidine. تيزانيدين، this is اللي هو عبارة عن شبيه للكولونيدين، هو سيلكتيف الفا 2 اجونيست، بيشتغل سنترلي في الالفا 2 ريسبتورز، هو بيعمل لي انهبيتري للريليز بتاع جلوتاميت. جلوتاميت از اكزايتيتري نيورو ترانسميترز، الالفا 2 ريسبتورز اوسو موجودة في الجلوتاميرجيك نيورونز ذات ريليز الجلوتاميت، فبالتالي الالفا 2 ريسبتورز الموجوده بري سينابتيكالي كان انهبيت الريليز اوف ذا جلوتاميت. الجابا بنتين مر علينا في الانتيبليبتيك دراج ادجنت از انتيبليبتيك دراج، الجابا بنتين والبري جابالين اوسو عندهم سكليتال مسل ريلاكسيشن. وي هاف اوسو الميفينيسين والبوتولينم توكسين. بوتولينم توكسين كما مر علينا في الاوتونوميك برضو بوتولينم توكسين اللي هو drug that prevent the release of الاستايكولين from the cholinergic nerve terminals. And last we have الدانترولين. The last one الدانترولين ده هو ممكن ده كلهم بيشتغلوا سنترلي ما عدا الدانترولين، بيشتغل في المسل في skeletal muscles، بيمنع الاكزايتيشن كونتراكشن كابولين. طيب دي السبازموليتيك دراكس. الانتي سبازموليتيك دراكس اللي هي قلنا فعاله في اللوكال مسل سباز انكلود لارج نمبر اوف ليس ويل ستاديز سنتري اكتيف دراكس، هي دراكس نوت او ليس ويل ستاديز سنتري اكتيف دراكس انكلود الكار ايزوبرودول والكلورفينازين والكلورزوكسازون والسايكلوبنزابرين والميتاكسالون والميثوكاربامول والأورفينادين. These are anti-spasmodic drugs. وهي new أو هي not well studied drugs. وحتى الآن لحد الآن يمكن ال exact pharmacodynamic effect بتاعها في central nervous system. هي بتعمل produce skeletal muscle relaxation، لكن ال exact pharmacodynamics ال receptor binding ال effect بتاعها ال cellular effect بتاعتها not will non أو unclear تنا. طيب.
spasticity presence are intermittent or sustained involuntary contraction of skeletal muscle that causing stiffness and that interferes with mobility and speech. Interfere with the mobility. نحن عرفنا أن هي causing muscle stiffness and this can interfere with the mobility and movement and also can interfere with the speech. It is characterized by an increase في tonic stretch reflexes of a flexor muscle spasm that is mean increased في basal muscle tone together with muscle بيكون مصاحب لها muscle weakness. It's often muscle spasticity often associated with spinal injury يحصل spinal injury or cerebral palsy. Cerebral palsy بيحصل دائما before or during or immediately after the delivery of a child or also occur with multiple sclerosis a neurodegenerative disorder and also can occur with a stroke اللي هي brain damage اللي بيحصل نتيجة لل brain cerebral ischemia all of these can cause spasticity can cause muscle spasticity. The mechanisms that underlying the clinical spasticity resulting in muscle spasticity appear to involve not only the stretch reflex arc from the muscles to the spinal cord but also involve the higher centers في central nervous system with also ممكن يحصل damage with damage to ascending pathways in the spinal cord من spinal cord للmuscles للdescending pathways بالذات الانهبيتري descending pathways ممكن يحصل فيها damage. This can result in hyper excitability بالذات في اللي هي في الالفا موتر في الالفا موتر نيورونز في السباينال كورد and this can result في المسل spasticity اللي هي we have then we have this is the first this the stretch reflex from this is the stretch reflex from the muscles to the spinal cord. This is a stretch reflex. Also on the left we have the inhibitory arc from alpha motor neurons to the sensory ending في muscles. This is two reflexes are involved في muscle spasticity. Here we have في الـ spinal cord الالفا motor neurons بيحصل فيها integration either from الascending أو descending ascending from the muscles to the spinal cord or descending from the spinal cord to the muscles. Pharmacological therapies for skeletal muscle relaxation may ameliorate يقلل some of the symptoms of spasticity by modifying the stretch reflex arc or by interfering directly with the skeletal muscles زي ما في الحالة بتاعت الدانترولين اللي بيعمل inhibition لل excitation contraction coupling في skeletal muscles أو ده اللي هو في muscles itself في skeletal muscle itself أو في الreflexes اللي هي stretch reflexes arc اللي بيحصل لها integration في الموتر في الالفا موتر الموجود في السباينال كورد. This picture we have the postulated sites for of the spasmolytic action of the many drugs. First we have tizanidine اللي هو الالفا 2 agonist هو act as agonist on الالفا 2 receptor. الالفا 2 receptor mainly occur presynaptically. الاكتيفيشن هي جي بروتين كابل ريسبتر اكتيفيشن بتاع الالفا 2 ريسبتر will result in inhibition of الادينيلات سايكليز بتاعي decrease السايكليك اي ام بي decrease الانترنس بتاع الكالسيوم decrease the decreased calcium entry will decrease الريليز بتاع الجلوتاميت واصل الاكزو سايتوزيس بالتالي هي عندها inhibitory action also الالفا 2 sometimes expressed both synaptically وفي الحالة بتاعت البوست سينابتيكال هيكون زيها وزي البيتا 2 الجابا بي ريسبتر الموجودة بوست سينابتيكال هي بروديوز انهبيتري افكت عن طريق انها انكريز البوتاسيوم
الاوبننج بتاع البوتاسيوم كانيلز، بالتالي بيساعد في الافلكس بتاع البوتاسيوم بوزيتيف شارج انسايد ذا سيل ممبرين. This also can increase hyperpolarization with the inhibitory effect بتاع النيورون. This is التيزانيدين. Also we have here البنزوديازبين. بنزوديازبين as we know act on الجابا A receptors اللي هي ion channel linked receptors that associate the entrance بتاع الكلورايد resulting potentiate الكلورايد entry potentiate hyperpolarization. Clear. Also we have another we have here الدانترولين. الدانترولين قلنا act on the muscles themselves هو بيعمل inhibition لل excitation contraction coupling عن طريق انه بيقلل من الريليز بتاع الكالسيوم from the sarcoplasmic reticulum، بالتالي بيقلل من الاكتيفيشن بتاع التروبونين، والتروبونين مهم جدا للكونتراكشن في السكليتال ماسلز. فاذا دي السايتس بتاعت الباكلوفين. وي هاف اوسو الباكلوفين. الباكلوفين اكت اون الجابا بي ريسبتر. جابا بي ريسبتر هي جبروتين كابل ريسبتر سيم لايك الالفا 2 ريسبترز، هي نفس الميكانيزم الفا 2 هتقلل من الانتري بتاع الكالسيوم، بالتالي انهبيشن للاكزوسايتوزز وريليز بتاع الجلوتاميت، واذا كان موجوده بوست ساينابتيكالي معناها هتعمل اوبننج للبوتاسيوم شانلز ليدنج تو الافلكس اوت بتاع البوتاسيوم هايبر بولايزيشن، بالتالي هايبر بولايزيشن. الاسبازموليتكس فيرست وي هاف البنزوديازيبينز، وفي البنزوديازيبين وي يوز الدازيبام as muscle relaxant. Diazepam can be used in patients with muscle spasm of almost any origin حتى including local muscle trauma. هو معروف by default وبيستخدم spasmolytic معناه للcentral للspasticity للmuscle spasticity، وبرضه هو فعال في local muscle trauma local muscle spasm producing sedation at the doses that require to reduce the muscle tone. طبعا اصلا البنزوديازيبين هي sedative hypnotic، بالتالي الديازيبام بيعمل sedation في الدوز اللي بتعمل muscle skeletal muscle relaxation by default هي بتكون عملت sedation. Other benzodiazepines that have been used as spasmolytics including midazolam، لكن الكلينيكال اكسبيرينس ويز الميدازولام والاذر بنزوديازيبينز ار ليميتد كومبيرت مقارنة بالديازيبام اللي هو almost أو هو أكثر واحد يستخدم as skeletal muscle relaxant to treat the muscle spasticity أو spasmo as spasmolytic. الباكلوفين اللي هو عرفنا إنه هو selective GABA B agonist. باكلوفين selective agonist at presynaptic and postsynaptic GABA B receptors. The antispastic action of الباكلوفين is excreted mainly on the spinal cord where it inhibits the activation of alpha motor neurons. بيعمل inhibition للalpha motor neurons في the spinal cord. Baclofen is at least as effective as diazepam وفعال زيه زي الديازيبام والتيزانيدين in reducing the spasticity and is less sedating than diazepam. هو فعال از سكريتال ماسل ريلاكسنت زيه زي الديازيبام، لكن عنده ميزه انه less sedating than الديازيبام. This is effective when given orally by mouse and is used in the treatment of spasticity that associated with spinal injury or multiple sclerosis. الباكلوفين. الباكلوفين produces various unwanted effects including particularly بيعمل drowsiness بيعمل motor incoordination و also can cause nausea and it may have behavioral effects ممكن يعمل لي behavioral changes. الادفيرس effects اللي ذكرناها دي هي with a normal dose في in case of higher dose في overdose baclofen can cause excessive somnolence excessive sleeping respiratory depression and coma. The third spasmolytic drug we have الميفينسين. الميفينسين is aromatic ether
which act mainly on the spinal cord, causing a selective inhibition of polysynaptic excitation of the motor neurons. Its mechanism of action at the cellular levels is unknown. Mebenicin, cellular pharmacodynamic at the cellular side, unknown, unclear. Mebenicin is little used clinically, though it is sometimes given as intravenous injection to reduce the acute muscle spasms that resulting from an injury, spinal injury. هو ممكن نستخدمه لكن هو عنده limited clinical use. We have the fourth drug. The fourth is spasmolytic agent اللي هو we have tizanidine واللي عرفنا الميكانيزم of action بتاعته انه هو selective alpha 2 agonist. هو congener of الكولينيدين هو شبيه للكولونيدين. That has been established for its spasmolytic actions هو خصوصا التينازيدين هو ان احنا درسنا السباسموليتيك اكشنز بتاعته بما انه هو كونتينر للكولونيدين بيشتغل في الالفا 2 ريسبتورز معناه نتوقع انه زيه زي الكولونيدين هو سنترالي اكتنج انتي هايبرتنسيف دراج معناه هو هيقلل البلد بريشر لكن اكشوالي في البراكتس وي فايند ذات الانتي هايبرتنسيف اكتيفيتي بتاعت التينازيدين هي less than that of الكولونيدين يمكن by 115 يعني أقل منه ب 15 مرة يعني الكولونيدين active as antihypertensive هو أكثر فاعلية من التينازيدين ب 15 ضعف للأكتيفيتي بتاعت التينازيدين as antihypertensive. It has significant alpha 2 agonist effect, but it reduces spasticity in experimental model at doses that cause fewer cardiovascular effects than colonidine. Fewer cardiovascular effects means fewer hypotensive effect than colonidine. Clinical trials with the oral tizanidine report efficacy in relieving muscle spasms, comparable to diazepam, baclofen, and dantrolene. هو بيعمل لي muscle relief للmuscle spasticity, muscle spasticity بدرجة ذات يعني ممكن درجة عالية ممكن نغارينا بالديازيبام والباكلوفين والدانترولين. It is also effective for management of chronic migraine. برضو لقينا انه هو عنده activity, عنده effect, عنده effectiveness for management of our treatment بتاعت الchronic migraine. The adverse effects of tizanidine include the drowsiness, hypotension, direct pharmacodynamic effect, dizziness, tremors, and also can cause hepatotoxicity. By default, برضو ممكن يعمل depression, CNS زي وزي الكولونيدين يعمل CNS depression نتيجة ل decrease بتاع السيمباسوماتيك agents اللي هو النوربينفرين في center nervous system. الجابامينتين and البريجابالين the drugs that having a mild effect as antiepileptic agents. Gabapentin an antiepileptic drug that has shown considerable promise as a spasmolytic agent in several studies that involving patients with multiple sclerosis. نحن دائما معظم الاسباسموليتيك مهم جدا في المالتيبل سكلاروزيس اللي هو بكون قلنا يكون فيه muscle spasticity. البريجابالين هو نيو انالوج طبعا للجابابنتين ذات مي بي بروف also have proof useful in relieving the painful disorders that involve في muscle spasm component. والاثنين لكن بالذات البريجابالين زي ما ذكرنا قبل كده هو عنده high potential for abuse وكذلك الجابابنتين برضو عنده potential for abuse وهم effective برضو للنيوروباثيك بين فعالات برضو عندهم للنيوروباثيك بين وهنا فعالات في as spasmolytic drugs. We have also botulinum toxin والبوتيلان توكسين زي as we know before هو عبارة عن نيوروتوكسين نيوروتوكسيك بروتين ذات released by الكوليستريديوم species of bacteria
and that affect أو prevent release بتاع الاستايكولين from الكولينرجيك نيرف terminal. This including a neuromuscular injection. بالتالي هو يعمل skeletal muscle relaxation, يعمل skeletal muscle relaxation. هو very potent. بالتالي يمكن كان result in death. Death ممكن يحصل اللي يعمل البوتيلان توكسين نتيجة للسكليتال المصل ريلاكزيشن اللي هو affecting الديافرام ديافرام مصل بالتالي يعمل لي respiratory failure. البوتيلان توكسين في very low doses can be used therapeutically وكان be used also في الكوزماتيك. اللوكال انجكشن اوف البوتيلان توكسين has become popular for the treatment of generalized spastic disorders including cerebral palsy اللي هي conditions that characterized by uncontrollable tremor. Cerebral palsy بكون في uncontrollable tremor condition. The benefits appear to persist for weeks to several months after single treatment. Only single treatment with the botulinum toxin can prevent the release بتاعة الستايكورين from the motor end plate. فبالتالي this can lead to paralysis or relaxation. This persists for months, for several months after one single dose. The most studies to date have utilized type, we have two types, type A and type B botulinum toxin. معظم اللي الصدس هي استخدمنا كان فيها type A, but also type B هو موجود available. الادفيرس افكتس اوف البوتيلان توكسين انكلودينج المسل ويكنس نتيجه للريلاكسيشن مسل ريلاكسيشن انكلودينج السكليتال ماسلز في الموتر اند بليت والسموث ماسلز السموث ماسل من ناحيه هيأثر لي في فور اكزامبل في يورينري انكونتيننس نتيجه للريلاكسيشن في البلادر البلادر ماسلز اوسو كان بروديوس فيفر ام بين. As we mentioned, البوتيلان توكسين عنده كوزموتيك ابلكيشن و single dose شايفين this is before administration of a very small dose of botulinum toxin and this is after this is before and after relieve muscle contraction this is عبارة عن muscle contraction بالتالي هنا حصل relaxation this is one of the cosmetic application of botulinum toxin. We have a dantrolene ودانترولين هو قلنا spasmolytic used for treatment of muscle spasticity وهو ممكن الوحيد من المجموعات السابقة اللي ما بيشتغل سنترلي هو ما بيشتغل سنترلي ممكن البوتيلان توكسين برضه يشتغل في الموتر اند بلير الدانترولين بيشتغل دايركتلي في المصل act directly on the muscle. In contrast to centrally active drugs dantrolene reduces muscle skeletal muscle strength by interfering with the excitation contraction coupling in the muscle fiber. Dantrolene interfere بيعمل الكلام ده الميكانيزم اكشن بتاعت الدانترولين بريفنت المسل كونتراكشن عن طريق انه بريفنت الريليز بتاع الكالسيوم فروم السيركوبلازميك ريتيكولم لانه الكالسيوم از وي نو الكالسيوم هو بيحصل له ستور بيخزن في داخل السيركوبلازميك ريتيكولم لما يجي اكشن بوتنشال الاجون الانترميديت بتاع الانترميديت او السكند ماسنجر حسب الاكتيفيشن بتاع الريسبتر اذا كان ايون شانل لينكد ريسبتر الانترنس بتاع الكالسيوم او الاكتيفيشن بتاع السكند ماسنجر الناتج من الجيبروتين كابل ريسبترز الفوسفولايبيز الاكتيفيشن بتاع الفوسفولايبيز سي والانستول ترايفوسفيت البرودكشن بتاع الانستول ترايفوسفيت او البرودكشن بتاع السايكليك ام بي كان ليد تو الاوبننج بتاع الريانودين ريسبترز از فيري امبورتنت ريسبتر اسمها الريانودين ريسبترز الريسبتر دي موجوده في السيركوبلازم كريتيكولم وهي اللي بتعمل سيكويسترنج هي اللي بتحجز لي الكالسيوم انسايد السيركوبلازم كريتيكولم يحصل لي اوبننج لما يحصل اكشن بوتنشال يحصل السكند ماسنجر يحصل اوبننج للريانودين ريسبتر بيؤدي لريليز للكالسيوم والريليز بتاع الكالسيوم في السكليتال ماسلز هو المين تريجر اللي بيعمل اكتيفيشن للتروبونين سي والتروبونين سي بعد ذاك يعمل اكتيفيشن للاكزايتيشن كونتراكشن كابولينج ويحصل سكليتال ماسل كونتراكشن. طيب ممكن مر علينا الدانترولين هو دراج اوف تشويس فور تريتمنت اوف المالجننت هايبرثيرميا اللي بتحصل مع السكسنايل كولين اللي هو الديبرورايزنج نيوروماسكولار بلوكينج دراج ممكن في بعض المرضى عندهم ابيرن عندهم ديفكت
وهو باي ذا واي هو واحد من الفارماكوجينيتيك ديفيكس اللي تتورث. الفارماكوجينيتيك ديفيكس بعض المرضى يكون عندهم ديفيكت في الريانودين ريسبتورز، الريسبتور دي اللي قدامنا دي الريانودين ريسبتورز، يحصل فيها يكون فيها الجين فيها ديفيكت جينيتيكالي ابيرنت جينيتيكالي فيها ديفيكت. فلما يكون فيها ديفيكت لما تتعرض لسيرتين دراكس اللي هي بتعمل سيرتين دراكس، سيرتين دراكس بتعمل ستيميوليشن للريسبتور دي، بتعمل ليها اوبننج سطش هذا الهالوسين اللي كان المفروض يمر علينا في الجنرال انستيك، نتكلم عنه ان شاء الله في جنرال انهيلد انستيكس. الهالوسين والساكساميثونيوم ساكسوناي كولين دي الاثنين كان اوبن، كان اوبن ديس ريسبتورز اللي هي الرايونودين ريسبتورز لما تكون ضعيفه في المرضى اللي عندهم جينيتيكالي هي فيها ديفكت. لما يحصل لها اوبننج، الاوبننج ده معناها السيكويستر كالسيوم، الكالسيوم المحجوز داخل السيركوبلازم كريتيكولم هيحصل له يدخل هيخرج للسيل ممبرين اللي هيخرج لداخل السايد انسايد ذا سيلز السيتوبلازم بتاع السيل، وديس كان اكتيفيتد تروبونين سي، وديس كان ريزلت ان اكزايتيشن كونتراكشن كوبلينج بتاع سكليتال ماسلز، والديس كونتراكشن الكونتينوس كونتراكشن اكزايتيشن كونتراكشن للسكليتال ماسلز ويل اسوشيتد برودكشن اوف الاي تي بي اند برودكشن اوف هيت. فبالتالي المريض بيكون عنده مالجننت هايبرثيرميا، بيكون في ارتفاع كبير في درجه الحراره مصاحب للكونتراكشنز بتاع السكليتال ماسلز نتيجه للبرودكشن بتاع الاي تي بي والهيت. فالدانترولين هو دراج اوف تشويس، بالتالي هو دراج اوف تشويس فور تريتمنت اوف المالجننت هايبرثيرميا ذات اوكير از ادفيرس افكتس ويز الهالوثين ان السكسونايل كولين. الدانترولين عنده as I mentioned عنده special application of dantrolene is the treatment of a malignant hyperthermia واللي هي عبارة عن rare heritable، heritable معناها تتورث زي ما قلنا في defect في الجين بتاع الرينودين receptor disorder that can be triggered by a variety of stimuli including volatile general anesthetics such as الهالوسين and a neuromuscular blocking drug such as succinyl choline. The patients at risk of this condition have hereditary impairment in the ability of the sarcoplasmic reticulum to sequester calcium اللي هو الديفكت تحديدا قلنا في الريانودين ريسبتور اللي بتعمل سيكويستر او تحجيز الكالسيوم inside the sarcoplasmic reticulum. دي هي الكلام اللي ذكرناه، دي اللي هي دي الريانودين ريسبتورز ودي sarcoplasmic reticulum واللي المفروض يكون الكالسيوم طبعا هو ترابتد او سيكويستر انسايد السايكوبلازميك ريتيكولم. طيب لما يجي اكشن بوتنشال، لما يجي اكشن بوتنشال يعني اللي سكند ماسنجر ايذر كالسيوم دايركتلي اور اور انسايد سكندري سكند ماسنجر سايكليك ام بي اور انستول ترايفوسفيت، ذيس كان اكتيفيت ذيس ريسبتور ليدنج تو الريليز بتاع الكالسيوم فروم السايكوبلازميك ريتيكولم اند الكالسيوم ويل اكتيفيت تروبونين سي ريزلتنج ان الكونتراكشن اكزايتيشن كونتراكشن كابولينج اند ذيس ليد تو الكونتراكشن اوف السكليتال muscle. Continuous contraction when followed by generation of heat and ATP and this can result in malignant hyperthermia. فبالتالي الدانترولين which block this receptor اللي هي الريانودين receptor prevent the release بتاع الكالسيوم، بالتالي can terminate أو can treat this malignant hyperthermia that resulting from resulting from الهالوسين او السكسونايل كولين اللي بيعملوا opening للريسبتور في الحاله بتاعت انها تكون هي genetically defected او وبالتالي كان open نتيجه للاوكسيدايزنج او نتيجه للستيمولاي اللي هم الهالوسين والسكسونايل كولين. Now we'll talk about the last group of drugs. نحن قلنا الكليت المصري ريلاكسن هم ثلاثة، النيورومسكولار بروكنج دراكس بالنوعين اللي اتكلمنا عنهم في البداية، وتاني بعد ذاك السباسموليتيك دراكس اللي اتكلمنا عنهم، السباسموليتيك الباكلوفين والبنزوديازبين والمجموعة اللي اتكلمنا عنها دي، والأخيرة اللي هي سميناها أنتي سباسموتيك. أنتي سباسموتيك لأنها هي فعالة فقط في الأكيوت لوكال مصل سباس، في اللوكال مصل سباسم اللي هو ناتج من local muscle defect. A muscle spasm, a muscle cramp is an involuntary contraction of a muscle. It occurs suddenly زي ما يحصل في الشد العضلي. Usually resolve quickly and often painful. في الغالب هو يكون painful.
A large number of tracks including الكار ايز برودول والكلور كلور فينيسين والكلور زكسازون والسايكل بنزابرين والميتاكسالون والميسوكاربامول والاورفينادين. Large group of tracks كلها زي بعض تشبه بعض. يمكن السايكل بنزابرين هو ده البروتوتايب بتاعه. All promote here are promoted الدراج دي promoted for relief of an acute temporary muscle spasm that caused by local trauma caused by local trauma. As I mentioned the cyclobenzaprine هو prototype of this group of drugs. هم ال acting هم available في ال clinical practice. عندنا ال for example الميوجيزيك contain الأورف في ال الأورفينادين أورفينادين سيترات معه البراستامول. هو نفسه زيه زي المسارول المسارول برضو تريد نيم اوف كومبينيشن براستامول انالجيزيك عن الأورفينادين اللي هو السكليتال مسل ريلاكسنت بتاعنا. عندنا برضو لوكال برودكت اللي هو بتاع البلو نايل نيولوجيزيك فيه كلورزوكسازون كلورزوكسازون بلس براستامول. We should note that these drugs in the potential for abuse نتيجة لل CNS effects بتاعتها عندها CNS عندها abuse potential فبالتالي these drugs should be controlled but only given by prescription. Cyclobenzaprine هو structurally related to tricyclic antidepressant and possesses anti-muscarinic effect بالتالي حيكون عندكم anticholinergic side effects dry mouth, blurred vision, constipation, urinary retention and so on. It is effective. It is ineffective in treating muscle spasm due to spinal cord injury. وإلا كان حنسميه كان حنسميه spasmolytic. هو ما فعال في الانجري فعال في المسل سبا ما فعال في المسل سبازم الناتجة من السبينال كورد انجري أو ناتجة من السيربرال بالسي. والسيربرال بالسي هي ديسابيليتي The disability condition that results from a damage of the brain usually before or during or shortly after the birth بتاع child and resulting in muscular incoordination with speech disturbances في a newborn ده لما يكون عنده muscle cerebral palsy. It has been suggested that these drugs act primarily at the level of the brain stem. لكن their exact pharmacodynamic behavior till now, as I mentioned before, unclear. Because of the inhibition, طبعا هي produce the effect دي inhibitory effect. Inhibitory effect, the skeletal muscle relaxation inhibitory effect among the central nervous system. Most spasmolytic, لأن هي فعالة فقط في local muscle trauma, يمكن النيم بتاع بنسميها spasmolytic agent. Spasmolytic agent have side effects of sedation, drowsiness, بيعمل sedation drowsiness لأنه بيعمل inhibitory effect في central nervous system, central acting and may cause dependence with long term use. واحدة من الأسباب بيعملوا dependence بالتالي هم control substance عندهم potential for abuse. Several of these agents also have abuse potential as I mentioned before and their prescription is strictly should be controlled. هو لابد يحصل لها control للprescription بتاعه. I think this is all about this lecture اللي هي السكريتال مصري relaxant. هم موضوع صغير تكلمنا فيه فقط عن النيوروماسكولار بلوكينج دراجز نكرر مرة ثانية أخيرة والسبازموليتيك دراجز والأنتي سبازموليتيك دراجز. That is all about this lecture. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.